وهو أول ذنب عصي الله به. فقط أريد أن أنبه على مسألة دائما أؤكد عليها، لأن لما نأتي للإعراب عصي الله به، عادة يقال في مثل هذه الكلمات الله يقولون نائب فاعل، هذا من سوء الأدب مع الله. لا يقول الإنسان هذه قواعد نحوية فقط، ما نقصد، يقال له جناب الله سبحانه وتعالى عظيم، يقال له جناب الله سبحانه وتعالى عظيم، ولا بد من الأدب مع الله في الألفاظ. نائب فاعل، عصي الله يقول نائب فاعل، الفاعل الإنسان والفعل المعصية، هذا كلام يعني سيء جدا. يقول القائل في مثل هذا المقام أنا لا أقصد، يقال لو كنت تقصد لكان الأمر أقبح والإثم أشد، لكن نتكلم نحن الآن على سلامة المقصد، لا بد من سلامة ماذا؟ اللفظ والمنطق مع رب العالمين جل في علاه. فلا يجوز، ما يجوز أن يقال نائب فاعل، قلها ضرب زيد قل زيد نائب فاعل، ما في إشكال في الأمثلة التي من هذا القبيل كلها، ما في إشكال. لكن جناب الرب عظيم جدا، جناب الرب سبحانه وتعالى عظيم، لا بد من الانتباه في هذا. ولا يقول الإنسان أن أنا ما أقصد، هذا فقط قواعد إعرابية، لا، قواعد إعرابية تأدب فيها المرء مع ربه سبحانه وتعالى. فإذا ماذا أقول؟ على طريقة المتقدمين، يقول الله مرفوع ما لم يسمى فاعله، مرفوع ما لم يسمى فاعله، وهذه اللفظة ما فيها سليمة، ما فيها إشكال. نعم.